التجربة اللي معايا تجربة تعيين الحرارة النوعية لسائل باستخدام الطريقة بتاعت قانون نيوتن للتبريد. في عندي مسعرين، في مسعر للمية وفي مسعر للكيروسين. مسعر المية ده أنا باخده وبوزنه على الميزان، بوزنه على الميزان أحطه كده وهو فارغ تماما في بادئ الأمر، وأحاول أجيب الميزان بتاعه. التدريج بتاع الميزان مهم جدا إن إحنا نعرفه، لأن الميزان من أهم الأشياء الموجودة في المعمل. أول حاجة في عندي التدريج الكبير ده اللي هو مدرج ل 100 جرام وبعدين 200 جرام. طبعا واضح جدا ان 100 جرام دي اكبر بكتير جدا من الكتله اللي انا حطيتها، وبالتالي المؤشر نزل تحت الصفر بكتير. اقوم مرجع دي تاني واشوف التدريج التاني من 0 ل 10، واضح جدا ان لسه ما نزلش، يبقى معناها ان المسعر بتاعي اهو كتلته اكبر من 10 جرام. طيب لو خليته على 20 انخفض تحت الصفر، يبقى معناها ان القراءه بين 10 و20. دي اول حاجه، ارجع لل 10 جرام. بعد كده احرك التدريج اللي هو بعد كده اللي هو 21. طب 22، يبقى هو القراءه بين 21 و22. ارجع تاني لل 21. طيب واضح ان القراءه بين 21 و22، يعني في جزء من الجرام بنجزأه عن طريق التدريج الاخير ده. وبكده يبقى كتلة المسعر استنتجها هنا 10، وخدنا هنا 1 يبقى 11، وهنا خدنا 4 من 10، بحيث يتزن الميزان بالمنظر ده عند الايه؟ عند الزيرو. طيب وبكده يبقى انا قدرت اوزن مسعر الايه؟ الميه. يبقى انا كده معايا وزن مسعر الميه بعرفه، وبعدين مسعر الكيروسين برضه يتفك ويتوزن. احط ده 10 مللي ميه واحط ده 10 مللي كيروسين، اوزن الميه والمسعر مع بعض واستنتج وزن الميه، وبعدين اركبها هنا تاني واوزن المسعر ده اهو بالكيروسين واستنتج وزن الكيروسين. يبقى انا كده معايا 4 كتل، كتله مسعر الميه، كتله مسعر الكيروسين، كتله الميه داخل مسعر الميه، وكتله الكيروسين داخل مسعر الكيروسين. بشبكهم بالمنظر اللي انا عامله ده، وبعدين اروح على هلايه واحط الاثنين مع بعض بالشكل ده، بحيث ان درجه الحراره بتزيد، درجة حرارة المية والمسعر لحد ما المية توصل ل 80 درجة مئوية، الكيروسين بيبقى أقل من كده. أول ما يحصل آخد الغطا ده وأحطها داخل جهاز نيوتن أو العلبة بتاعت جهاز نيوتن. طبعًا المسعرين بيبقوا الاتنين في نفس الوقت تحت نفس الظروف. بستخدم ستوب واتش، والستوب واتش ديت بستخدمها في قياس الزمن اللي هو بتاع التبريد. إزاي؟ بشغل الستوب واتش وما بتقفش خالص. الستوب واتش واضح جدا ان الزمن كده بالثواني شغال 4 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني، الرقم الصغير ده جزء من الثانية. اول ما الزمن ده يوصل ل 30 ثانية بسجل درجة حرارة المية، اول ما الزمن ده يوصل دقيقة بسجل درجة حرارة السائل، دقيقة ونص اسجل درجة حرارة المية، دقيقتين اسجل درجة حرارة السائل، واستمر بالتتابع كده لغاية ما درجة حرارة المية تصل الى 40 درجة مئوية. ارسم منحنى التبريد اللي هو علاقة بين درجة الحرارة بتاعت المية مع الزمن ودرجة الحرارة بتاعت السائل مع الزمن، واحصل على زمن تبريد المية اللي هو T1 وزمن تبريد السائل اللي هو T2، واقدر من القانون وبمعلومية الاربع كتل اللي انا وزنتهم قبل كده اللي هي كتلة مسعر المية وكتلة مسعر الكيروسين وكتلة المية وكتلة الكيروسين وزمن تبريد المية وزمن تبريد الكيروسين وحرارة نوعية لمادة المسعر، والحرارة النوعية للمية ما يتفضلش غير الحرارة النوعية لمين؟ للسائل. وبكده أقدر أحسب الحرارة النوعية للسائل باستخدام طريقة أو قانون نيوتن للتبريد.